تم صباح هذا اليوم بمقر مجموعة البنك الشعبي بالدار البيضاء تنظيم ندوة صحفية، وذلك من أجل تقديم إطلاق خدمة تحويل الأموال نقدا نحو حساب بنكي، وهي أول خدمة من نوعها في المغرب، وتعد ثمرة شراكة بين ويسترن يونيون ومجموعة البنك الشعبي. وستسمح هذه الخدمة المبتكرة لزبناء البنك الشعبي باستلام الأموال من أزيد من 520 ألف وكالة ويسترن يونيون عبر العالم. وفي هذا السياق أكدت السيدة عايدة ديارة نائبة الرئيس الجهوي لويسترن يونيون والمسؤولة عن جهة شمال ووسط إفريقيا وإفريقيا الغربية أن خدمة تحويل الأموال نقدا نحو حساب بنكي تشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة تنويع خدمات ويسترن يونيون الرامية للاستجابة بشكل أفضل لتقييم احتياجات الزبائن. وجدير بالذكر أن ما يفوق 3.5 ملايين من مغاربة العالم لا زالوا حريصين على تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الوثيقة التي تربطهم بالمغرب، ومواظبين على البحث عن خدمات مالية سريعة وعملية في المغرب. في هذا السياق اعتبرت مجموعة البنك الشعبي أن هذه الخدمة جاءت كتلبية لتلك الحاجيات وكإجابة على العرض الجديد الذي فرضه التقدم التكنولوجي.